بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. אלה מעברים שמתבצעת בהם עבודת עננים על נושאים אזוריים ורחבים אחרים. כמובן שבין היתר המצרי כתוצאה قال مرة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إن أي رئيس وزراء إسرائيلي لن يوقع وثيقة أو اتفاق ينقل السيادة من على جبل الهيكل. وماذا قال أيضا؟ وقال أيضا إن هيكل سليمان يوجد تحت المسجدين. هيكل سليمان في أمريكا اليوم عدد كبير من المنظمات المسيحية الصهيونية التي تعمل وتجمع التبرعات وتقيم الندوات والمؤتمرات لأجل إعادة بناء الهيكل اليهود. في الدولة العبرية عشرات المنظمات التي أنشئت من أجل بناء الهيكل ويعملون لذلك. اليوم يقولون نريد أن نعيد بناء هيكل سليمان ويزعمون أن هذا هو طريق لأجل أن يملك العالم. الصهيون صاروا نسورا تحوم وكانوا ناما بعصر الجدود وهيكلهم صار رمزا يصان يدق حمانا ونحن نقول وصاح النذير وضح النداء. وما حقيقة هذا الهيكل عندهم؟ تعني البيت الكبير. إذا هم يعدون الهيكل بيتا للإله. وهل احترموه وقدروه؟ كلا، اتخذوه سوقا للربا ومنها ولم يزل يئن تحت وطأة النصارى تعلق حوله الصلبان وتملأ أرضه بالأوسق. قصة الهيكل. كان إبراهيم عليه السلام يذبح عندها الأنعام لله جل وعلا، نصب يوشع عليها قبة الزمان ولم يزل يئن. كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فذبحوا يحيى ونشروا زكريا في المنشار، قتلوا النساء والصبيان والشبان ودمروا كل ما يقع تحت أيديهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أرض المنشر والمحشر يجمع فيها النصارى زبلهم وما يتعلق بمخلفاتهم. أخي في الله، متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا قتلت شهامتنا، إذا بيست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا، إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا. ولم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ وقومي يغضون طرف صدور هيا قد سعود عن مساكن وراء وجفت. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره؟ ألم الله السلف رضوان الله عليهم. اجتمعت الجيوش هناك وتم فتح غزة وعكا ورفح ويافا، ولم يبق إلا بيت المقدس. هيا لتحد الدرع الزمان يرى لكي نمحو النار فيها يسود. ما هي قصة هيكل سليمان عليه السلام؟ وما هي قصة ملك الغساسين؟ وما هي قصة صلاح الدين؟ وما هي قصة فتح عمر رضي الله تعالى؟ وما هو شكل هذا الهيكل؟ وكيف كانت تعظمه اليهود؟ وهل طلب سليمان منهم أن يعظمه؟ وهل كان هذا الهيكل خاصا فقط بسليمان؟ صدى القمم تقدم اليهود وهيكل سليمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. إن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق انفرد الله تعالى بخلقه ووسعهم جل جلاله بعلمه، وقد تفرد الله تعالى بالاختيار بين خلقه، فمن رفع منهم رفعه ومن خفضه منهم خفضه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد اختار الله تعالى منذ برأ النسمات، اختار الله تعالى من الأزمنة ومن الشهور ومن الأماكن ومن المساجد ومن المياه، شرف الله تعالى بعضها على بعض ورفع الله تعالى بعضها على بعض. ولم تعرف أرض على مر التاريخ أشرف من أرض مكة التي جعلها الله تعالى مهبطا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم تعرف أرض على مر التاريخ وقع فيها من الصراعات والحروب والعجائب والخصومات كأرض بيت المقدس بفلسطين، فإن لها خصوصية دينية، فهي الأرض التي جعل الله تعالى إليها الجهاد والرباط، وهي أرض الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في القرآن لما ذكرهم. قال سبحانه وتعالى عن خاتم الأنبياء وسيد الأولياء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
وقال الله جل وعلا عن موسى: إن موسى قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. وقال الله تعالى عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل وعلا عن سليمان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال تعالى عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال جل وعلا عن قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فإن الأرض التي بارك الله تعالى فيها هي أرض فلسطين، نص الله تعالى على أنها مباركة ومقدسة ومطهرة، وأن الأراضي التي حولها هي كلها أراض مباركة، كما قال جل وعلا: الذي باركنا حوله. أيها الأحبة الكرام، إن الأرض فلسطين هذه الخصوصية الدينية التي يجعلها الله تعالى لمن شاء من خلقه، وإن الذي يتأمل هذه الأرض المباركة يجد أن الصراعات والخصومات وأن الحروب والعجائب كانت تقع فيها تباعا. وإننا اليوم نرى فلسطين تئن تحت وطأة أحفاد القردة والخنازير، تحت وطأة اليهود، والحرب قديمة والعداوة بعيدة بين المسلمين واليهود، ولا نحتاج إلى أن نفصل في ذلك. نعم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فمن الذي كاد لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مهده إلا اليهود؟ فقد أخرج ابن عدي أن حليمة السعدية لما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه في قومها في بني سعد، وكان عليه الصلاة والسلام صغيرا في مهده، فلما مشت به مر بها قوم من اليهود فسألوها، وقد نظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لها: هذا ولدك. فخافت عليه إذا قالت هو ابن لغيري أن يعدوا عليه، قالت: نعم هو ولدي. قالوا: أبوه حي؟ أبوه حي؟ قالت: لا. فهموا به، قالت: لا، بل أبوه حي وهذا أبوه. فأشارت إلى زوجها فتركوه، وقالوا: والله لو كان أبوه ميت لأخذناه منك فقتلناه، فإن عليه الأمارات التي جاءت في كتبنا، يعني عليه الأمارات التي فيها صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال اليهود يحاربونه ويعادونه حتى وهو في مكة قبل أن ينتقل إلى المدينة، وكانوا يصدون الناس عنه، ويسألهم الكفار يقولون: يا يهود أنتم قوم أهل كتاب، فمن على الحق، نحن أم محمد؟ فكان اليهود يقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يهاجر إلى المدينة، ولا يزال اليهود يعادونه ويحاربونه، يلتمس منهم مقتضى العهد والعقد الذي بينه وبينهم، وهو النصرة في المدينة، فيلتمس منهم مساعدته في دية، فيقولون: اجلس تحت هذا الجدار في ظله. ثم ينطلقون، ينطلق أحدهم برحى ثقيلة إلى حجر ثقيل ليطرحه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام من فوق ذلك الجدار، فينجيه الله تعالى وينزل عليه آيات بينات يرفع الله تعالى بها ذكره وأمره. ومن الذي كاد للنبي صلى الله عليه وسلم وساعد الكفار على غزو المدينة مرارا، وكانوا يمارئون الكفار ويساعدونهم بما استطاعوا لأجل حرب المسلمين في المدينة. أيها الأحبة الكرام، هذا حال اليهود. أما حال فلسطين فماذا كانت تسمى؟ وهل لليهود أصلا موضع في بيت المقدس؟ هل لما يقول اليهود اليوم إن أجدادنا كانوا يعيشون في فلسطين وكانوا يحكمون بيت المقدس ونحن أحق بها، هل هم صادقون في ذلك؟ أم أنه محض ادعاء يدعونه لأجل أن يسيطروا على هذه البقعة المباركة؟ خذ تاريخ القدس. أما القدس فأقدم اسم لها هو يبوس، كانت تسمى يبوس نسبة إلى اليبوسيين، وهم بطن من العرب الأوائل هاجروا إليها، وسميت أيضا أور سالم أي مدينة السلام، ويحرفونها إلى أور شليم عند الفتح الإسلامي. كان اسمها إيليا، وهو الاسم الذي كتبه عمر رضي الله تعالى عنه في وثيقة السلام التي أعطاها لسكان المدينة. ثم بعد فتح المسلمين لها سميت اسما عربيا، وهو بيت المقدس أو القدس أو الأرض المقدسة أو الأرض المباركة. تقع القدس في منتصف فلسطين،
تبعد اليوم بالطرق المعبدة، تبعد عن عمان في الأردن 88 كيلا، وتبعد عن بيروت 380، وتبعد عن دمشق 290، وعن القاهرة 528 كيلا، فهي تعتبر في قلب بلاد الإسلام. أما المسجد الأقصى فهو ثاني مسجد أقيم على وجه الأرض، بناه إبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام ورفع قواعده، ثم مضى إلى الشام وبنى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى في صورته اليوم قد بناه الخليفة عبد الملك بن مروان 80 من الهجرة. والمسجد الأقصى يسميه أهل الكتاب بالهيكل أو بهيكل سليمان. هذه قصة المسجد الأقصى. وبجانبه مسجد الصخرة المشرفة فله تاريخ عريق، فهو قبلة الأنبياء منذ القديم. وكان إبراهيم عليه السلام قبل أن يبنى مسجد على الصخرة كان إذا أراد أن يذبح لله تعالى تقربا إليه كان يأتي إلى جهة هذه الصخرة فيذبح عند موضعها، وكان بعضهم يتخذها أيضا مذبحا كما كان إبراهيم عليه السلام يذبح عندها الأنعام لله جل وعلا. وهي التي أقام بجانبها يعقوب عليه السلام أقام مسجدا، وهي التي نصب يوشع عليها قبة الزمان التي صنعها موسى في التيه، وهي التي بنى داود عندها محرابه وشيد عندها سليمان بجانبها، يعني عند المسجد الأقصى شيد عندها الهيكل المنسوب إليه. وأول من بنى فوقها مسجدا هو عبد الملك بن مروان، فهو الذي بنى المسجد المعروف الذي عليه القبة الصفراء اليوم. أيها الأحبة الكرام، هذا هو حال هذا البلد الكريم، هذا البلد المبارك الذي جعله الله تعالى مباركا منذ القدم، واختاره الله تعالى لأجل أن يكون قبلة لأنبيائه منذ القديم. وها هو اليوم يئن تحت وطأة اليهود. فلماذا اختار اليهود فلسطين؟ هل لأجل مزارعها وشلالاتها وأنهارها؟ أم لأجل جمال أهلها؟ أم لأجل ارتفاع أنسابهم؟ أم لأجل أن هواءها عليل أو جبالها شاهقة؟ ما الذي جعل اليهود يتنادون على أن يعمروا فلسطين ويسكنوها وعلى أن يغتصبوها ويحتلوها؟ ألم يكن الأحسن لهم أن يذهبوا إلى أفريقيا مثلا؟ وقد عرضت عليهم منذ القديم، عرضت عليهم الأرجنتين وأوغندا وليبيا وقبرص، لكنهم أبوا إلا فلسطين فاحتلوها اليوم. فما هي قصتهم معها؟ وما هو عظمة هذا البلد المبارك؟ وإنك لتحزن إذا رأيت حال إخواننا اليوم في فلسطين وهم بين فكي كماشة بين اليهود وبين من يناصر اليهود ويقوم معهم، ثم ترى أقواما من أقوامنا لا يكادون أن يهتموا بأمر المسلمين ولا أن يلتفتوا إلى أحوالهم. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني بالله عليك متى تغضب؟ وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك يملأ المكتب، تبيت تقدس الأرقام كالأصنام فوق ملفها تنكب، رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب، إذا لم يحي فيك الثار ما نلقى فلا تتعب، فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان تنسب، فعش أرنب ومت أرنب. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل وما تلقاه من دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهول وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ أيها الأحبة الكرام، ما هي علاقة اليهود أصلا بهذا البيت العظيم؟ وهل اليهود أصلا حق في هذا المسجد المبارك؟ دعونا نقلب صفحات التاريخ لأجل أن نحفظ وأن نعلم كيف أقبل اليهود أصلا إلى فلسطين، وما هي قصة الخيانات
التي وقعت لأجل أن يتمكن اليهود من فلسطين؟ وهل اليهود أصلاً اليوم أهل لأن يقيموا حرباً بينهم وبين المسلمين؟ أما تاريخ المقدس والأقصى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قبل الميلاد ب3000 سنة هاجرت قبائل عربية، هاجرت من شبه الجزيرة العربية بسبب القحط والجوع، هاجرت شمالاً حتى استقرت في فلسطين، وهم قبائل يبوس التي تقدم الكلام عنها. عندها جعل الناس يتتابعون على سكنى فلسطين، وربما أتى بعضهم من الشمال من جهات تركيا ومن أوروبا، حتى جاء عهد سليمان عليه السلام وبنى الهيكل، وكان لبني إسرائيل بعده مملكة. إذن أول من سكن هم العرب الذين نزحوا من جزيرة العرب، ثم بعد ذلك لما بعث سليمان عليه السلام بنى الهيكل، وذلك في عام 721 قبل الميلاد، حتى وقع على اليهود التدمير الأول على يد بختنصر عام 618 قبل الميلاد، ودمر معبد بني إسرائيل ومزقهم في البلاد. وقد ذكر العلماء في التاريخ كابن كثير وغيره، ذكروا أسباب كثيرة للهزيمة التي وقعت على بني إسرائيل وأنهم دمروا، منها أنهم ضيعوا الدين، وكانوا يقعون في الفواحش أمام بعضهم البعض، وكانوا لا يعظمون الشعائر، بل ذكر هذا أيضا في التوراة، في بعض مواضع التوراة ذكر أن سبب الدمار الذي وقع عليهم أنهم لم يكونوا أهلا لعمارة هذا البلد المبارك. وفي عام 538 قبل الميلاد بدأ اليهود يعودون إلى فلسطين ويتجمعون فيها وفي بيت المقدس، لكنهم كانوا شعبا غير مجتمع، بدوا يأتون إليها لكنهم قبائل متفرقة يسكنون بين العرب الذين كانت لا تزال أصولهم موجودة فيها. مضت السنين وبعث الله تعالى لليهود في فلسطين، بعث لهم الأنبياء تلو الأنبياء، كما يبعث الله تعالى إلى من شاء، بعث مثلا إلى أهل مصر بعث إليهم يوسف عليه السلام، يبعث الله تعالى أنبياءه إلى من شاء، بعث إلى أهل العراق يونس عليه السلام. ليس معنى أن الله تعالى بعث إلى اليهود في فلسطين أنبياء أنهم هم الأصل وأن الناس يعودون إليهم، كلا، فإن الأنبياء كانوا ينزلهم الله تعالى على من يشاء، وقد جعل الله تعالى لكل قوم نبيا، ولم يبعث نبي للناس عامة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعث الله تعالى عليهم الأنبياء، وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فذبحوا يحيى ونشروا زكريا بالمنشار، وكانوا يتجرؤون على الأنبياء، وكان فيهم أقوام صالحون وهم أتباع الأنبياء، وكانوا يعظمون بيت المقدس، هؤلاء الصالحون. أما عامة اليهود فكانوا لا يعظمون بل يتجرؤون على الأنبياء. تقرأ في كتاب الله جل وعلا قصة أم مريم لما حملت بمريم، فقالت كما ذكر الله تعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لك، فتقبل مني. فكانوا من شدة تعظيمهم لبيت المقدس ينذرون الأولاد وهم في بطون أمهاتهم، ينذرونهم ألا يعملوا شيئا إلا أن يخدموا بيت المقدس ويقوموا عليه. حلفت ونذرت على أن تجعل ما في بطنها محررا لخدمة المسجد الأقصى. وكان اليهود لا يستحقون هذا التكريم الذي كرمهم الله تعالى بأن أسكنهم هذه الأرض المباركة فتجرأوا على أنبيائهم. فبقتلهم الأنبياء وقعوا في الفساد الثاني: لتفسدن في الأرض مرتين. أفسدوا في المرة الأولى فعاقبهم الله تعالى ببختنصر، ثم بعد ذلك لما عادوا بعدها ب300 أو 400 سنة بدأوا يفسدون مرة أخرى، فبعث الله تعالى إليهم عيسى عليه السلام، فلما بدأ دعوته لهم فإذا المسجد الأقصى قد اتخذوه سوقا للربا وملهى لسباق الحمام، فحذرهم من العقوبة الثانية، فكادوا له عن طريق الرومان الذين كانوا يحكمون البلاد، حتى كاد له الرومان وصلبوه فيما زعموا وقتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفع الله تعالى عيسى. وظل الهيكل المعظم، يعني المسجد الأقصى هم يسمونه هيكل ونحن نسميه مسجد وهو موضع واحد، لما رفع عيسى عليه السلام وظنوا أنه قتل جعلوا هذا المسجد الذي هو مكان الصلاة جعلوه أيضا ملعبا وملهى،
حتى سلط الله تعالى عليهم أحد ملوك الرومان وهو طيطوس عام 70 للميلاد، فأحرق القدس ودمر معبد اليهود. وهذا هو التدمير الثاني الذي جعله الله تعالى عليهم لما أفسدوا في الأرض مرتين. ثم بعد تدمير طيطوس جاء بعده يائنوس وهم بعض ملوك الرومان، جاء في عام 135 للميلاد وسوى أرض المسجد بالأرض ودمر المسجد وأخفى جميع المعالم. إذا لما عطل المسجد الأقصى أقبل هؤلاء الرومان ثم هدموا المسجد الأقصى، واليهود ما عندهم استعداد أصلا أن يدافعوا عنه، وأصلا هم لم يعرفوا أنهم حاربوا. أنت إذا نظرت في تاريخ اليهود تجد أنهم كما وصف الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، أهم شيء يبقى حي، حتى لو يعيش على ذل وخنوع وانكسار وعلى أشد أنواع القعود والذل ما عنده مانع، أهم شيء أن يبقى حيا، أبقني حيا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، والذي هو أحرص الناس على حياة لا يمكن أن يثبت في المعارك ولا يمكن أن يقاتل. بالله عليك قارن بين هؤلاء الذين هم أحرص الناس على حياة وقارن بين بعض إخواننا في فلسطين الذي يبيع روحه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويأتي ويلقي نفسه بين هؤلاء الكفار ليدمر ما استطاع وأن يقتل ما استطاع منهم ويوهن فيهم ما يستطاع من وهن. إذا تأملت في حالهم وجدت أنهم كما وصف الله تعالى في كتابه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ورد في الإنجيل أن عيسى عليه السلام حذر قومه فقال يأتيكم من يدمر معبدكم فلا يبقى حجر على حجر، وذكر الله تعالى هذا في القرآن فقال جل وعلا وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه قصة المسجد الأقصى قبل بعثة نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعظم المسجد الأقصى وكان يلفت أنظار أصحابه دائما إليه، وأسر الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أو إلى موضعه. إن بعض العلم يقولون إنه كان متهدما ولم يبقى إلا شيء من الحائط الذي ربط فيه صلى الله عليه وسلم البراق، قيل إنه كان بقي منه شيء صلى فيه وقيل لم يبقى إلا الحائط، لكن الله تعالى اختار أن يسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى موضعه. وكان يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فجعله عليه الصلاة والسلام ثالث المسجدين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، ما هو بيت المقدس حدثنا عنه، فقال أرض المنشر والمحشر إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قالت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه، ما يستطيع أن يصل إليه، فقال فليهدي إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى إليه كان كمن صلى فيه، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذاك؟ قال تلك ملائكة السماء باسطوا أجنحتها على الشام. قال العز بن عبد السلام أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وكل بها الملائكة يحرسونها ويحفظونها. وروى البخاري في صحيحه أنه لما حضرت الوفاة نبي الله تعالى موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم، يعني هناك عند البيت المقدس، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. والشام هو مقام الطائفة المنصورة. صح عند الطبراني في الكبير أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة، وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قلنا يا رسول الله وأين هم؟ قال بأكناف بيت المقدس. وصح عند الطبراني عن واثلة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. ومن بركة الشام وجلالة قدرها واختيار الله تعالى لها أن عيسى عليه السلام يكون تنزله في الشام، وأن الدجال يقتل في الشام، وأن الشام هي
أرض الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وبين المسلمين واليهود. وعند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ومن بركة هذا المسجد وهذا الموضع المبارك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون دائما على أن يزوروه. لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما فتح بيت المقدس أمر بعض الصحابة بالإقامة فيه، قال: لا ترجعوا إلى المدينة ولا إلى مكة، أقيموا في بيت المقدس في فلسطين في القدس. فكان عبادة بن الصامت هو أول قاض في فلسطين، وزار بيت المقدس وصلى فيه أبو عبيدة وأم المؤمنين صفية ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وخالد بن الوليد وأبو ذر وأبو الدرداء وغيرهم كثير. بل إن ابن عمر لما زار بيت المقدس كان يحتسب أنه ينطبق عليه ما دعا به سليمان: من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلما جاء ابن عمر وصلى في بيت المقدس وخرج عطشا، قالوا له: نسقيك ماء، قال: والله لا أتنعم بشيء هنا سوى الصلاة، سأبقى عطشان حتى أخرج من بيت المقدس ثم أشرب، حتى لا أكون فعلت شيئا آخر غير الصلاة، أني جئت لأجل أن أذوق الماء هنا أو لأجل أن أشرب منه أو غير ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذا هو شرف هذا البيت العظيم، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريره ممن كانوا يهينونه ولا يقومون بحقه، وما هي أول الحروب بين الروم وبين المسلمين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت شمالا إلى بيت المقدس، إلى هذا البيت العظيم الذي لا يزال عليه أدران الشرك الروماني النصراني. فكما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من الشرك إلى الإيمان بتوفيق الله تعالى له وعنايته وحفظه وإعانته، أراد عليه الصلاة والسلام أن يقع على بيت المقدس ما وقع على البيت الحرام من التطهير من عمل الشرك وأدران الفسوق والكفران. فلما توطدت دعائم دولته عليه الصلاة والسلام في المدينة، بدأ يرسل الرسائل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، إن دخل في الإسلام أو إن مكن للمسلمين الحضور إلى بيت المقدس، وإن طهر بيت المقدس مما فيه من كفر، كان عليه الصلاة والسلام يرجو أشياء من وراء هذه الرسالة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى هرقل عظيم الروم، ثم أرسل بعد ذلك الحارث ابن عمير إلى عظيم بصرى في الشام إلى شرحبيل الغساني، وكان الغساسنة قوما من العرب لكنهم نصارى يسكنون في مناطق الشام. أما شرحبيل الغساني ملك الغساسنة، فإنه لما جاء إليه الحارث بن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لما قرأ الصحيفة وأمر بالحارث بن عمير فربط وقتل. والرسل لا تقتل، الرسول مهما جاء بأي شيء لا يقتل، وهو أول رسول يقتل للنبي عليه الصلاة والسلام. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفرط العقل وأن يجرؤ كسرى على الرسول الذي يرسل إليه ويجرؤ غيره أيضا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجهز جيش لغزو الشام، وذلك في العام 8 من الهجرة، واجتمع له صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل وذهبوا لقتال الروم في معركة مؤتة المشهورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 3 من الصحابة إلى آخر ما وقع فيها. ثم بعد ذلك عاد الجيش إلى المدينة ولم يقتل من المسلمين، كما تعلمون في مؤتة أقبل الروم ب200,000 مقاتل والمسلمون فقط 3,000، ومع ذلك لم يقتل من المسلمين إلا 12 فقط. أما الروم فقد قتل منهم مقتلة عظيمة، بدليل أن خالد رضي الله تعالى عنه يقول: إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف حديد يتكسر على جماجم من كثر الضرب، يقول إن دق الحديد ما تحمل، يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، إلا قطعة حديد يمانية بدأ يقاتل بها من شدة القتال. فلك أن تتصور كم قتل من الروم من المقتلة العظيمة. وأصلا لو لم يقتل من الروم مقتلة عظيمة ويروا قتالا وقوة وإلا لتجرأوا وواصلوا المجيء إلى المدينة، لكنهم لما رأوا هذه 3000 فعلت بهم ما فعلت علموا أن وراءهم أبطالا إن واصلوا الذهاب إلى المدينة فقد حفروا مقابرهم بأيديهم.
ثم رجع الصحابة بعد مؤتة، وذلك في سنة الثامنة، هذا أول حرب بين المسلمين وبين أهل الشام. ثم بعدها بسنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا جموعهم لغزو جزيرة العرب، وأنهم جاءوا بجيش لا قبل لأحد به، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في وقت عسرة، واجتمع له عليه الصلاة والسلام 30,000 مقاتل، وذهب بهم إلى غزوة تبوك في شدة الحر والتعب والعسرة، حتى نزلوا في تبوك لكن الروم تراجعوا ولم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هكذا بدأت المناوشات، بدأت المناوشات في البداية بين المسلمين وبين الروم، ولم يزل المسجد الأقصى يئن تحت وطأة النصارى، تعلق حوله الصلبان وتملأ أرضه بالأوساخ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلبه معلقا بهذا المسجد الأقصى، لا يريد أن يموت حتى يطهره من درنهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع لا يزال الأمر يشغل باله، وينزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وينزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، آيات يفهم منها عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، ومع ذلك عنده غاية عليه الصلاة والسلام يريد أن يحققها قبل أن ترتفع روحه إلى بارها. يرجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، يرجع إلى المدينة، أول ما وصل إلى المدينة بعد حجة الوداع بأيام بدأ به صلى الله عليه وسلم مرض الموت، وبدأ به صداعه، وكان يقول لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. فلما عاد من حجته من حجة الوداع جهز جيشا لغزو الشام، وأمر عليهم أسامة ابن زيد وكان عمره لم يجاوز 18 سنة، أمره أن يسير حتى يوطئ جيشه تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين، هكذا في وصيته، قال امضي بجيشك حتى تطأ إلى أرض فلسطين. ولازال الجيش يعد ويجهز حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حجة الوداع بأشهر قليلة. ثم لما مات أنفذ أبو بكر الجيش وتابعه بعد ذلك بجيوش أخرى إلى العراق والأردن وفلسطين وسوريا، فتم بعد ذلك فتح بعض أطراف الشام، لكنه لم يتحقق إلى الآن فتح فلسطين، ولم يتحقق ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي حدث بعد ذلك في خلافة أبي بكر؟ وما هي قصة فتح عمر رضي الله تعالى عنه لبيت المقدس؟ وماذا كان بيت المقدس بعد عمر رضي الله عنه؟ وما هي قصة صلاح الدين لما فتح القدس؟ وما هو حال فلسطين اليوم؟ أيها الأحبة الكرام، لما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه جعل يرسل الجيوش لفتح البلدان، فأرسل الجيوش إلى العراق وإلى الأردن وإلى فلسطين وسوريا. أرسل الجيوش إلى العراق بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه، وأنفذها إلى فلسطين وإلى بلاد الشام بقيادة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. جعلت الجيوش تقاتل هناك في العراق وتقاتل مثلها في الشام، حتى إذا ضعفت جند الشام وقد تجمع لهم الروم، أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر خالدا بالتوجه إلى الشام لنصرة الجيوش هناك، فاجتمعت الجيوش هناك وتم فتح أكثر فلسطين، فتحت غزة وعكا ورفح ويافا، ولم يبق إلا بيت المقدس. فمات أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمادى في سنة 13 للهجرة. تولى بعده عمر رضي الله تعالى عنه فجعل يرسل الجيوش المعسكرة إلى الشام، فحاصرت بلاد الشام، ووصلت الجيوش إلى بعض بلاد الشام، واصلت حتى واجهت الروم وحاصرت دمشق في 4 أشهر، فلا يزال الله تعالى ينصرها. قام خالد رضي الله تعالى عنه لما رأى جيوش الروم في 200,000 مقاتل وليس معه إلا 36,000، قام في قومه خطيبا، قال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر أو البغي، أخلصوا جهادكم وابتغوا الله تعالى بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده. ثم ابتدأ القتال، وكان بأس الروم شديدا، وذلك في بعض المعارك هناك،
كان بأس الروم شديدا، وكانوا يربطون كل 10 مقاتلين يربطونهم في سلسلة واحدة، وذلك لأن الجنود أصلا لم يكونوا مقتنعين بجدوى القتال، ولا يدرون إلى ماذا يقاتلون ولا إلى ماذا يمضون، والميت منهم لا يدري ماذا يحتسب روحه إذا ماتت. فكانوا يربطون كل 10 من هؤلاء المقاتلين يربطونهم في سلسلة، فإذا قتل المسلمون واحدا من أولئك الجند من المربوطين في السلسلة عطر بقية المقاتلين، فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة في معركة إجنادين في عام 13 للهجرة الموافق ل634 للميلاد. هذه المعركة وقعت في جنوب غرب القدس، وشارك فيها أجلاء الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك في خلافة عمر، معركة إجنادين وقعت في أواخر خلافة أبي بكر، في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. تولى عمر رضي الله تعالى عنه الإشراف على هذه الجموع وعلى هذه الجيوش التي أرسلت لأجل أن يطهر الله تعالى بها بيت المقدس، وفي العام 14 للهجرة الموافق 635 للميلاد تحركت الجيوش حتى حاصرت بيت المقدس. كان كبير القساوسة لما رأى جيوش المسلمين قد حاصرت بيت المقدس قال لأصحابه: من قدم إليكم؟ قالوا: قد قدم إلينا جند عظيمة، يعنون أبا عبيدة ومن معه. ثم لما قدمت جيوش خالد كبر المسلمون، فظن أولئك الجند من الروم أن المسلمين كبروا لأجل مجيء الخليفة عمر، فنظروا فإذا خالد بن الوليد قد جاء، فلا تسألوا كبير قساوستهم، قالوا له: قد جاءهم رجل عظيم كبروا لمجيئه. فقال: وحق الإنجيل، إن كان قدم أميرهم فقد دنا هلاككم. قالوا له: كيف يكون ذلك؟ قال: إنا نجد في الإنجيل أنه يفتح القدس رجل من صفته كذا وكذا، ووصف لهم شكل عمر رضي الله تعالى عنه. فنظروا فإذا الوصف لا ينطبق على خالد، فأمرهم بملازمة القتال ومداومته، فاشتد ثبات الروم في مكانهم، وكان المسلمون قد منعوا عنهم جميع الإمدادات حتى اشتد الأمر عليهم وهم محاصرون، أعني على الروم. فأرسلوا إلى خالد رضي الله تعالى عنه وإلى أبي عبيدة، قالوا: إننا سوف نستسلم، لكن لا نستسلم إلا لأميركم لعمر بن الخطاب. عندها أرسل أبو عبيدة إلى عمر رضي الله تعالى عنه ليجيء إلى إيليا إلى القدس. ولك أن تنظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقد جاء قادما يسير ممتطيا بعيرا أحمر عليه غرارتان، في إحداهما سويق وفي الأخرى تمر، وبين يديه قربة مملوءة ماء، وخلفه جفنة للزاد. ذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله تعالى عنه قدم على هذا البعير، وكان يتعاقب هو وغلامه الركوب على هذا البعير، يركب تارة ويركب غلامه تارة، فأقبل على مخاضة، وكان قد اجتمعت جموع الروم وصعدوا من فوق الأسوار لينظروا إلى هذا العظيم الذي اهتز له كسرى وقيصر خوفا ووجلا. فلما أقبل عمر على هذه المخاضة وهي طين مجتمع، وإذا العقبة للغلام، فركب الغلام على البعير، وجعل عمر رضي الله تعالى عنه يسوق البعير، فأقبل إليه أبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك فعلت غير ذلك. وقرب إليه دابة أحسن وأجمل، وقرب إليه ثيابا، وعمر يسوق البعير بيد ويحمل نعله بيد ويخوض في هذا الطين. فالتفت عمر إلى أبي عبيدة قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال كلمته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لم يعزنا بمركب ولا بسيف ولا بمظهر ولا بتوب ولا بمال ولا بمنصب، إنما العز بالإسلام. قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عندها دخل إلى القدس وفتحت له كما تفتح للفاتحين العظماء، وكتب لهم العهدة العمرية المشهورة، وفيها كتب عمر: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا، يعني القدس، من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وألا تسكن كنائسهم ولا تهدم، وألا يكره على دينهم، وألا تؤخذ أموالهم. وكتب لهم رضي الله تعالى عنه كتابا يقرهم فيه ويؤمنهم على أنفسهم. احفظ هذا في ذهنك، ثم انظر ما سنذكره عن دخول النصارى بعد ذلك إلى فلسطين وماذا فعلوا بالمسلمين. عمر في عام 14 للهجرة يدخل
ويكتب لهم لكم الأمان، لا نقتل مقاتلا ولا نقتل امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا، حتى الكنائس لا نهدمها ولا نخربها، تعبدوا كما تريدون، لن نأخذ منكم أموالا إلا ما يتعلق بالجزية التي تؤخذ من أموالكم، كما نأخذ من المقتدرين من المسلمين الزكاة الذين يسكنون في أراضينا، كذلك أنتم أيها النصارى لن نأخذ منكم زكاة لأنكم غير مسلمين، وبالتالي نأخذ منكم الجزية لقاء ما يقدم لكم الإسلام. وأقرهم عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، كتب لهم الأمان، فأمن الناس على أنفسهم وخرجوا إلى أسواقهم، ومشى صغارهم وكبارهم في طرق إيلياء القدس آمنين على أنفسهم. جعل عمر رضي الله تعالى عنه يتلفت في القدس يمينا ويسارا يبحث عن ذلك المسرى الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يبحث عن ذلك المكان المسجد المعظم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة فيه 500 صلاة، يسأل عن ذلك المكان ويبحث عنه ويترقبه، الذي سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقالت أرأيت إن أتيته ماذا أفعل، يسأل عن ذلك الموضع التي لا زالت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوق إليه، ونفس أبي بكر ونفوس المسلمين جميعا. جعل يبحث عن موضع المسجد الأقصى، وكان قد أصبح خرابا وهدم. عندها سأل عمر البطريرك، سأل كبير القساوسة، قال له أين موضع المسجد الأقصى؟ فقال له البطريرك تعني المسجد الذي تعظمه اليهود؟ قال نعم. قال لا أدري أين هو. فغضب عليه عمر، قال كيف لا تدري وأنت كبير القساوسة؟ فلا زال عمر به يصر عليه ويعنف عليه، حتى أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وأقبل به إلى مزبلة يجمع فيها النصارى هناك زبلهم وما يتعلق بمخلفاتهم، إلى مزبلة فيها بعض الحيطان، قال هذا هو موضع المسجد الأقصى. فأقبل عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى هذا الموضع الذي دنسه النصارى، ثم خلع رداءه وبسطه وجعل يجمع الزبل ويبعده عن هذا الموضع المبارك حتى نظفه منه، وفعل المسلمون مثله. فلما نظف الموضع وظهر مكان المحراب وظهرت بعض الحيطان، أقبل رضي الله تعالى عنه وصلى ركعتين، قرأ في الأولى سورة صاد وفي الثانية قرأ سورة الإسراء، ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه ببناء المسجد الأقصى، فجعل المسلمون يعملون فيه، وكان أسرع ما وجدوا لأجل بنائه الخشب، فبنوه من الخشب ليتسع 3000 مصل. واستمر المسلمون يحكمون تلك البلاد المباركة، أعني القدس ودمشق وما حولها من أراضي الشام، جعلوا يحكمون تلك البلاد المباركة. وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيد بناء المسجد الأقصى، وبنى مسجد الصخرة، واستمر الحال على هذا إلى حكم العباسيين، ثم سيطر الفاطميون الشيعة على القدس وتشاغلوا عن المسجد الأقصى وعن تعظيم مسجدها، وذلك لأن الشيعة أصلا أكثر ما يعظمون القبور، وأنت إذا ذهبت إليهم اليوم، إذا ذهبت إليهم في أماكنهم تجد أن رقة قلوبهم وإقبالها على القبور أكثر بكثير من إقبالها في محاريب المساجد، وتجد أن القلوب تتعلق بالمقبورين وبالمدفونين، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا من الصحابة الكرام ومن آل البيت الأطهار أو كانوا من غيرهم، تجد أن القلوب تتعلق بهذه القبور أكثر مما تتعلق بالمساجد. وإذا نظرت إلى القبور اليوم التي يقصدها الرافضة الشيعة وجدت أن فيها من التعظيم والتزيين والعناية والرعاية وإنفاق الأموال أكثر مما ينفق على المساجد التي يذكر فيها الله تعالى. ولو ذهبت إليهم اليوم أيضا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت أحوالهم وخشوعهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لترين أنه لا يساوي هذا الخشوع شيئا إذا قيس بالخشوع الذي تراه عند القبور التي يقصدونها ويدعون أهلها من دون الله تعالى. ولو علم أولئك المقبورون من الصحابة الكرام الذين يدعوهم أولئك من دون الله أو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علموا بعبادة هؤلاء لهم أو بقصدهم دعاءهم أو بسؤالهم رفع الكربات أو كشف المصيبات أو شفاء الأمراض أو الرزق، لو علم هذا المقبور الصالح بفعل أولئك لأنكر عليهم كما أنكر علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، كما أنكر على أولئك الذين جاءوا إليه وقالوا أنت أنت، قال من؟ قالوا أنت الله الذي لا إله
إله إلا هو فعنفهم ونهرهم وزجرهم ووعظهم وأمر بالأخاديد فخدت وجعل يهددهم بالإحراق فيها حتى تساقط أكثرهم فيها. فأولئك المقبورون أعني آل البيت لا يرضون بما يفعله هؤلاء عند قبورهم، ولينكرن عليهم هؤلاء يوم القيامة ويقولون ربنا ما قلنا لهم عبدون من دونك. لما تولى الشيعة الفاطميون الحكمة وجعلوا يحكمون القدس من ضمن ما حكموا من بلاد المسلمين أهملوا المسجد الأقصى وقربوا اليهود والنصارى وجعلوا يسكنونهم في فلسطين وتزاوجوا منهم واتخذوا منهم المستشارين والأطباء والوزراء حتى جعل النصارى واليهود يتمكنون مرة أخرى في القدس. فلما رأى النصارى ذلك سال لعابهم على القدس مرة أخرى، وكان ذلك في ابتداء الألفية الثانية الميلادية في عام 1095 للميلاد، بداية الألفية الثانية للميلاد والتي يوافقها بالهجري 489، وهم يرون أن المسيح ينزل في ألفية ليحكم الأرض من خلال القدس. فجهز النصارى جيشا أمروا عليه ديموند، ومع ضعف هذا الجيش جيش ضعيف كان معه فقط 1500 فارس، 1500 رجل يركبون على خيول، وكان معه 20,000 راجل يمشون على أقدامهم لأن ما عندهم خيول. انظر إلى ضعف هذا الجيش، يعني الراجلون مع الفرسان لا يتعدون 22,000، ومع ذلك أقبلوا وحاصروا القدس 40 يوما. استبسل أهلها في الدفاع عنها، لكنها دخلها النصارى في يوم الجمعة 23 من شعبان من عام 492 للهجرة الموافق 1098 للميلاد. وقد تسألون أين حاكم فلسطين افتخار الدولة؟ أين كان هذا الحاكم؟ ألم يجهز جيشا؟ ألم يحاول أن يرتب أموره؟ ألم يستعن بالمسلمين المقيمين في البلدان الأخرى؟ ألم يستنصرهم إلى نصرة هذا البلد المبارك؟ حكامها الشيعة الذين حكموا فلسطين كانوا لما رأوا أولئك مقبلين، لما رأوا النصارى مقبلين دفعوا لهم أموالا عظيمة في سبيل أن ينجو هو الحاكم، في سبيل أن ينجو هو، ما يهم أمر فلسطين ولا أمر القدس، أهم شيء أن أنجو أنا، أن ينجو هو وحاشيته الخاصة وجواريه وغلمانه، أن أنجو أنا ثم من بعد الطوفان. دفع لهم أموالا عظيمة على أن يمكنوا له الهرب، ثم افعلوا ما شئتم في فلسطين ومساجدها. وفعلا دخل النصارى إلى فلسطين بعد 5 قرون حكمها المسلمون، دخل النصارى إلى فلسطين. ولما دخلوا أصابهم هوس وهستيريا، أخذوا يزرعون الرعب والدمار والخراب، قتلوا النساء والصبيان والشبان ودمروا كل ما يقع تحت أيديهم، حتى بكت النساء والصبيان بل الرجال والشيب، حتى المساجد تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترفي وهي عيدان. أعندكم خبر من أهل مقدسنا؟ فقد مضى بحديث القوم ركبان، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه صاغرة، والعين باكية والقلب حزنان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. جعل النصارى يطوفون في شوارع فلسطين، يعلقون الصلبان على منابرها وينتهكون أعراض مسلماتها. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رجالك بالأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين. صلوا وكبروا تعال إلينا، فالمروءات أقفرت ووطن آباء زجاج مكسر. نساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر. وفي القدس بيت للأسى عند بابه، تلاقت يتامى أمتي والأرامل، عباءتها بيعت على حين غرة وأثوابها في السوق والجسم ناحل. جعل النصارى يفعلون كل ذلك، دخلوا المسجد الأقصى سفكوا فيه الدماء، قتلوا المصلين ركعا وسجدا. انظر إلى ما فعلوا فيها، ثم تذكر كيف عمر رضي الله تعالى عنه فعل لما دخلها من تأمين حتى المقاتلين، ولم يسمح لمسلم ولا أن يصفع أحد أولئك النصارى صفعة. لما كتب عمر رضي الله تعالى عنه لهم الأمان، جعلوا يقتلون المصلين ركعا وسجدا. أقبل ديمون قائد الصليبيين يسير بين جثث المصلين، جعل يسير بين هؤلاء. أما الحكام الطغاة الشيعة فقد فارقوا هذا المكان، جعل يسير بين هؤلاء الموحدين حتى وقف فوق الجثث وجعل يتلفت يمينا ويسارا.
وذكر المؤرخون أن الصليبيين قتلوا نحو 70,000 وقيل 65,000. نهبوا الأموال، هتكوا الأعراب، استعبدوا النساء، عبثوا بالغلمان. وجعلت السنين تسير على المسلمين في فلسطين، وقد قتل أكثرهم وشرد، واستمر هذا الذل 91 سنة حتى تطاول البغي في الصليبيين في فلسطين. وكان أحدهم القائد أرناط كان قد فكر في أن يغزو مكة والمدينة، وجعل يحاول أن يهيئ الجيوش ويخطط لأجل ذلك. والكفار كما قيل من لم يغزو يغزى، من لم يغزو يغزى. قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لما قعد المسلمون يتنعمون بالنعم فكر أولئك النصارى بغزوهم فغزوهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الرجل جلس 91 سنة يأكل ويشرب ويستمتع بخيرات بلاد الشام، ثم جعل يفكر لم أغزى إذن أغزو، فجعل يفكر في غزو مكة والمدينة حتى أذن الله تعالى بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب، فخرج من دمشق وطهر بلاد السواحل إلى أن وصل إلى عسقلان، وجعل يمشي متوجها إلى بيت المقدس، ثم توقف فجأة وأخذ يفكر في ضعف جيشه وفي كثرة من في بيت المقدس من النصارى ومن العدد والعدة والعتاد للحرب، فجعل ينظر إلى ضعف جيشه وإلى كثرة النصارى في بيت المقدس وإلى تمكنهم وإلى أنهم قد صار لهم قرابة القرن وهم يعبثون في بيت المقدس، فكيف أستطيع أنا أن أطهره منهم؟ فلما كان في موضع هو وجيشه سمع المسلمون الذين في فلسطين وبعض المأسورين سمعوا بذلك، وكان في بيت المقدس شاب من أهل دمشق قد أخذه الصليبيون في الأسر، فكتب إلى صلاح الدين رسالة بلسان المسجد الأقصى يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. فلما قرأ صلاح الدين رحمه الله لما قرأ الرسالة أخذ يردد: كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. فأخذته الغيرة عن الإسلام، فتوجه إلى بيت المقدس في عام 583 للهجرة، 583 للهجرة الموافق 1187 للميلاد، أقبل إلى بيت المقدس على ضعف العدد الذي معه، قلة العدد وضعف العتاد، لكنه لا يعتمد على قوة الأرض إنما يتصل بقوة السماء. فلما نصب المجانيق حول المدينة جعل يقاتل قتال الأبطال الأشاوس، ودارت معركة حطين المشهورة، وجعل جنده يحملون أرواحهم على أكفهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وفتحت جنود الحق بيت المقدس وطهرت المسجد الأقصى وأخرجت منه الخنازير، لم تخش من عدد النصارى ولا من قوة عدتهم، والله تعالى مع المؤمنين وهو يدحر الكافرين. نعم قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول الله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله أيها الإخوة الكرام، لو أن المسلمين اليوم فعلا اعتقدوا مثل هذه العقيدة الجازمة بربهم جل جلاله، وعاد المسلمون إلى وحدتهم وصفت نياتهم لله سبحانه وتعالى، وصار قادة المسلمين لا يفكرون في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في كراسيهم ولا في مناصبهم، إنما يجعل هجراه صباحا ومساء هو نصرة دين الله تعالى، لوجدت أن الله تعالى يجمع لهم الحسنيين: النصر في الدنيا والفوز العظيم يوم القيامة عنده جل جلاله. لكن لما قعدت الهمم وضعف الإيمان وتفرق الناس ونظر كل واحد إلى مصلحته كما فعل حكام فلسطين في السابق الذين تكلمنا عنهم لما كان يحكمهم الفاطميون الشيعة، ماذا فعلوا لما قالوا: أنجونا نحن بأنفسنا وافعلوا ما شئتم، لما صار كل إنسان يفكر في نفسه دون أن ينظر إلى هموم الأمة ولا يلتفت إلى مآسيهم ولا يهم أن يجوع غيره أو يعطش أو يمرض، أهم شيء أن يكون هو على شبع وأن يكون راويا لابسا مطمئنا نائما صحيحا غير سقيم. لو أن المسلمين اليوم فعلا تركوا هذه الأمور النفسية التي بينهم وتوحدوا
لا أعني فقط الحكام، بل حتى الجماعات الإسلامية اليوم مع الأسف التي بدأت تتناحر وتتقاتل فيما بينها، كما قال الله تعالى: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لما وقع هذا التحريش وفسدت النيات سواء بين الجماعات الإسلامية أو بين الحكام أو كل غير ذلك بين أنواع المسلمين، صار المسلمون يشتغل بعضهم ببعض ولا يلتفتون إلى غيرهم، حتى رأيت المؤلفات بين الدعاة مع الأسف يرد بعضهم على بعض والتناحر بينهم، وربما بين بعض من ينتسب إلى العلم وبين الجماعات الإسلامية، وربما حمل بعضهم على بعض السلاح مع أن دعواهم ربما تكون واحدة، وربما يكون الخلاف بينهم يسيرا. لو أن المسلمين اجتمعوا فعلا وتوحدت قلوبهم فوالله لترين النصر قادما من عند الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يده مع الجماعة جل جلاله، والله جل وعلا ينصر من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. استمر صلاح الدين رحمه الله تعالى، استمر يحكم فلسطين، وحكمت فلسطين دولة المماليك، ثم آلت الخلافة بعد ذلك إلى العثمانيين في تركيا فسيطروا على بيت المقدس، ثم توسع محمد علي والي فلسطين حتى يسيطر على الشام في 10 سنوات، ثم تقلص حكمه إلى مصر، ثم عادت الشام إلى العثمانيين. بعد ذلك بدأ النصارى يغزونها، غزاها النصارى الفرنسيون لكنهم لم يفلحوا في الاستيلاء عليها، ثم غزاها النصارى الإنجليز البريطانيون، ودخلوا القدس في عام 1917، وهذا هو العام الذي صدر فيه وعد بلفور بإعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، وأعلنت بريطانيا الحماية على مصر وفلسطين وهيأتها لليهود. ثم في عام 1948 أعلن الإنجليز إلغاء انتدابهم عن فلسطين، فأعلن اليهود دولتهم فيها 1948، وسيطر اليهود على القدس الغربية وأعلنوها عاصمة لهم. وفي عام 1967 احتل اليهود القدس الشرقية التي بها المسجد الأقصى، وأعلنوا منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا أن القدس هي العاصمة الموحدة الأبدية لدولتهم، يعنون دولة إسرائيل. ولا يزال يقف وراءهم النصارى، لأن النصارى يعتقدون أن القدس هي مدينة المسيح. فما العلاقة بين النصارى وبين اليهود؟ أليس النصارى يعتقدون أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح؟ إذا لماذا يناصرونهم ولماذا يقفون معهم؟ حتى أعلن إخواننا في غزة قبل أيام أنهم وجدوا آلاف العتاد الأمريكي في غزة، قد دعمت به أمريكا النصرانية، دعمت به من يناصرها على إخواننا في فلسطين، أنواع من العتاد والمدرعات وناقلات الجنود وآلاف الرشاشات. لماذا يدعم النصارى اليهود؟ وما هي العلاقة بينهم أصلا، مع أن هناك تعارض أصلا في العقيدة بينهم؟ اليهود اليوم يقولون: نريد أن نعيد بناء هيكل سليمان. هم يعتقدون اليهود أنهم إذا بنوا هيكل سليمان وتم البناء لهيكل سليمان خرج المخلص لليهود. المخلص لليهود هو المسيح الدجال، هذا في اعتقادهم اليوم، إلى الآن يعتقدون ذلك وتجده في كتبهم. ولو سألت بعض حاخاماتهم وكبار علمائهم لوجدت أنه يقر بذلك ويسوق لك نصوصا عليه من كتبهم المعظمة عندهم المقدسة. فهذا المسيح الدجال إذا خرج، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يعظمونه، فقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يعني عليهم اللباس الذي يلبسه علماء اليهود، بمعنى أن اليهود يتبعون هذا المسيح الدجال. فإذا كان المسيح الدجال يتبعه 70,000 من علمائهم، فما بالك كم يتبعه من عامتهم؟ وذلك أنهم يعتبرونه هو المخلص لليهود. النصارى يعتقدون أنه إذا تم بناء الهيكل وخرج المسيح الدجال عندها ينزل عيسى بن مريم، والنصارى يعتقدون في عيسى. قد يقول البعض: كيف ينزل عيسى بن مريم؟ المسلمون هم الذين يعتقدون أن عيسى ينزل. أقول: صحيح، النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب ومات، وبعد 3 أيام من وضعه في كهف رفع إلى السماء ويجلس بجانب أبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو واحد لا إله إلا هو جل في علاه.
هم يعتقدون أنه كذلك، وأن عيسى سينزل، يعتقدون أن الله سينزل عيسى مرة أخرى، يعني يعتقدون أن الله ينزل ولده، تعالى الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فهم يرون أنه إذا بني الهيكل وخرج المسيح الدجال عندها ينزل عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم ابتدأ عهد جديد للنصارى يحكمون فيه العالم من خلال القدس. إذن النصارى يعتقدون أن اليهود قنطرة يعبرون عليها إلى مجدهم، أن اليهود جسر يعبرون عليه إلى حكم العالم، فلا يريدون هذا الجسر أن يتحطم. لذلك لو أنه قتل اليهود ودمر عليهم أمرهم في فلسطين وشردوا ووقعت عليهم الهزيمة، يرى النصارى أن نزول المسيح عيسى بن مريم سيتأخر، لكن بقاء اليهود وحكم اليهود وقوة اليهود في فلسطين وتمكن اليهود على بيت المقدس، يعتقد النصارى أنه يهيئ أن يخرج المسيح الدجال ثم أن ينزل عيسى بن مريم. لذلك تجد أن النصارى اليوم لا يزالون يدعمون أولئك اليهود ويقومون معهم وينصرونهم بشتى أنواع النصر، ويسمحون لهم بأنواع من التمكن سواء في بلاد النصارى أو في بلاد المسلمين. وكلما تعين رجل من النصارى رئيسا على قومه، كلما كان هذا الرئيس أشد تمسكا بنصوص دينه، وجدت أنه يكون أكثر دعما لليهود. وانظر في تاريخ النصارى اليوم وتاريخ قادتهم، تجد أنه كلما تولى إنسان منهم يكون متمسكا بدينهم أكثر ومعلنا لنصوص الإنجيل أكثر، تجد أنه يكون أكثر دعما لأولئك. هذه قصة فلسطين. ما هي قصة هيكل سليمان عليه السلام؟ وما هو شكل هذا الهيكل؟ وكيف كانت تعظمه اليهود؟ وهل طلب سليمان منهم أن يعظموه؟ وهل كان هذا الهيكل هل كان خاصا فقط بسليمان، أم أن من جاء قبله أيضا من أنبياء بني إسرائيل كان لهم هياكل كهيكل سليمان، ومن جاء بعد سليمان من أنبياء بني إسرائيل هل كان لهم هياكل؟ أيها الأحبة الكرام، بالنظر في كتب التاريخ وما ألفه أولئك القوم في دائرة المعارف اليهودية، وكذلك في كتب التاريخ المترجمة، وكذلك النظر في السنن النبوية، سأذكر لكم بعض المعلومات التي أكاد أجزم بإذن الله أنها صحيحة فيما يتعلق بهيكل سليمان عليه السلام. تذكر الحقائق والوقائع التاريخية أن سليمان عليه السلام قد بنى هيكلا أو عدة هياكل، والهيكل معناه المكان المعد للعبادة، يعني مسجد، نحن نسميه مسجد، النصارى يسمونه كنيسة، هم كانوا يسمونه هيكل، مكان معد للعبادة للتعبد. شكله كشكل المساجد، يكون له أسوار وفيه أماكن للعبادة، فيه غرف للاعتكاف إلى غير ذلك، مكان عادي يتعبد فيه من أراد أن يتعبد. الذي يدلك أن سليمان عليه السلام لم يبني هيكلا واحدا، يعني مكانا للعبادة واحد، إنما بنى عددا من الهياكل، هو قول الله تعالى عن الجن يعملون له ما يشاء. من إيش؟ ماذا كانوا يعملون له؟ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. إذن الجن كانوا يصنعون لسليمان محاريب، فهو ليس مسجدا أو هيكلا واحدا كان عند سليمان، إنما هي عدة هياكل. لذلك قال الله تعالى محاريب، ليس هو واحد، إنما أعظمها هو الذي سيأتي الكلام عليه، وهو الذي يسمى بهيكل سليمان. هيكل سليمان من وجهة النظر اليهودية يرون أنه معبد لسليمان اغتصبه المسلمون، ومن وجهة النظر الإسلامية وهو الحق الذي دلت عليها الأدلة الشرعية أصلا وتكلم به العادلون من اليهود كما سيأتي، أن المكان الذي فيه المسجد الأقصى اليوم هو مكان معظم مقدس. هذا المكان بني مسجدا لله تعالى من القديم. لذلك في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال أبو ذر يا رسول الله أي مسجد في الأرض كان أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. وأرجو أيها الأحبة الكرام أن تحفظوا هذه المعلومات لأنها مهمة. أنت قد تناقش أي شخص، خاصة اليوم مع انتشار النقاشات من الإخوة الكرام من خلال الإنترنت وغيره، ينبغي أن تكون المسائل الشرعية حاضرة في الذهن. قال أبو ذر يا رسول الله أي مسجد في الأرض بني أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قال يا رسول الله ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. فقال أبو ذر يا رسول الله فكم كان بينهما؟ قال بينهما 40 سنة.
والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح بلا شك. الذي بنى المسجد الحرام أول من بناه الملائكة، ثم بعد ذلك انهدم فبناه بعض أولاد بني آدم، ثم بعد ذلك انهدم فبناه إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك انهدم فبنته قريش ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. لذلك لما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت، لا، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذن القواعد كانت موجودة، بل قبل أن يبنى المسجد الحرام، ولكن لما كان إسماعيل لا يزال في مهده، ماذا قال إبراهيم لما وضع زوجته هاجر وابنهما؟ ماذا قال؟ قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أين؟ عند بيتك المحرم. طيب لم يكن هناك بيت أصلا، البيت مهدوم وليس هناك أي بناء فوق الأرض، لكن إبراهيم يعلم أن هذا المكان هو مكان بيت الله تعالى المحرم. قال عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فلما كبر إبراهيم عليه السلام أوحى الله تعالى إلى إبراهيم ببناء البيت، فقال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن المسجد الحرام بني أصلا منذ الأزل من قبل إبراهيم، هو من قبل إبراهيم مبني. بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 963 سنة، يعني قرابة 1000 سنة بين إبراهيم وبين سليمان. سليمان جاء متأخرا أصلا عن إبراهيم بألف سنة، وهذا يقر به القوم أنفسهم ويجمعون أن سليمان جاء بعد إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم لما بنى المسجد الحرام كان المسجد مبنيا من قبل، بنته الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول مسجد بني المسجد الحرام، يعني بنته الملائكة، وبعده بأربعين سنة بني المسجد الأقصى، قيل بنته أيضا الملائكة، قيل بنته أيضا الملائكة. إذا المسجد الأقصى بني أصلا من القديم قبل أن يوجد سليمان أصلا، حتى ما يقول اليهود أصلا المسجد الأقصى مبني على أنقاض هيكل سليمان، نقول أصلا من قبل سليمان مبني المسجد الأقصى. بل زد على ذلك أيضا أن المسجد الأقصى انهدم عدة مرات، وآخر من بناه صحيح أنه سليمان كما سيأتي معنا تقرير ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى على أنه مسجد، لم يبنه مكان عبادة لغير الله أو أن يوقع فيه الشرك والضلال. الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام إن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس. قد يقول البعض طيب متى بناه سليمان؟ فنقول إن المسجد الأقصى بني أول ما بني بالملائكة بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. فلما بنى إبراهيم عليه السلام المسجد الحرام أوحى الله تعالى إليه أن يبني المسجد الأقصى، أن يرفع قواعده كما رفع قواعد المسجد الحرام. فذهب إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين وبنى المسجد الأقصى أيضا، ثم وقع عليه من ما وقع من الهدم كما سيأتي بعد قليل بالتاريخ متى هدم وكم مرة هدم، ثم بناه سليمان. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بناء سليمان للمسجد الأقصى، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود والبزار، قال إن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله ثلاثا، حكما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والثالثة ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما، يعني الحكم والملك قد أعطيهما. قال وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أي قد أعطي أن من أتى إلى هذا المسجد يريد الصلاة فيه أنه تغفر له ذنوبه. هذا فيما يتعلق ببناء المسجد الأقصى، وهل أصلا لسليمان عليه السلام تجديد فيه أم أنه بناء من أصل. اليهود ماذا يعتقدون في الهيكل؟ خذ عقيدتهم باختصار حتى لا أطيل عليكم. الهيكل عند اليهود بالعبرية اسمه بيت همقداش أو البيت المقدس أو هيخال، وتعني البيت الكبير. من أسماء الهيكل عندهم يهوه، وهو إله اليهود. إذن هم بنوا أصلا يعدون الهيكل، يعدونه بيتا للإله، وذلك كما في الكتاب المقدس في سفر الملوك الإصحاح الثامن الفقرتان 12 و13. بعد ذلك جعلوا هذا الهيكل، جعلوا يعظمونه ويجعلونه مكانا لأداء الطقوس وتقديم القرابين إلى غير ذلك من أنواع ما يفعل من التعبد فيه.
يزعمون أن سليمان بناه فوق جبل موريا وهو جبل بيت المقدس، حيث الآن يوجد المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. اليهود يسمون هذا الجبل ليس موريا، يسمونه بجبل الهيكل. وجاءت قصة بناء سليمان للهيكل في سفر الملوك الأول وأخبار الأيام كما في التوراة والإنجيل. هدم هذا الهيكل مرارا، أول مرة هدم بعد بناء سليمان له. الآن الكلام ليس قبل سليمان، نحن قلنا إنه بناه إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك وقع عليه ما وقع من هدم، بناه يعقوب أيضا عليه السلام ثم انهدم ثم بنى. وذلك أن فلسطين كان يتتابع عليها ثقافات شتى، يتتابع عليها الرومان، يملكها النصارى، يملكها اليهود، فكان فيها صراعات أصلا، فكانوا يعتدون على معابد بعضهم بعضا. فسأتكلم عن الهدم الذي وقع بعد سليمان، ليس الذي وقع قبله، الذي وقع بعد سليمان. بنى سليمان عليه السلام المسجد الأقصى الذي يسمى بعبارتهم الهيكل، الذي يسمى بعبارتهم الهيكل أو هيخال. فبنى الهيكل، وبعد ذلك هدم الهيكل على يد نبوخذ نصر البابلي عام 586 قبل الميلاد، لبث 60 سنة مهدوما. ثم بعد ذلك أعيد بناؤه عام 520، والباني له رجل اسمه زور بابل، ثم بعد ذلك انهدم مرة أخرى، ثم بني انهدم عام 70 للميلاد، انهدم المرة الأولى على يد أخت نصر، ثم انهدم المرة الثانية على يد القائد الروماني توتوس. الآن هم ينادون ببناء الهيكل للمرة الثالثة، الآن هم ينادون ببناء الهيكل للمرة الثالثة. طبعا ما معنى بناء الهيكل؟ بعض الناس يظن أن الهيكل الذي يبحث عنه اليهود اليوم تحت المسجد الأقصى يظنونه هو منبر مثلا سيجدونه، أو أنه قطعة من خشب كان يقف عليها سليمان. لما نقول هيكل يا جماعة هو قرابة أسواره، كما في بعض الموسوعات التي تكلمت عن ذلك، أسواره المتقابلة قرابة 30 متر إلى 30 متر، ثم في 10 أمتار أو في 20 مترا، إذن هو مثل المسجد أصلا كبير. فلما يقول لك نبحث عن آثار الهيكل، أصلا ما في هيكل، هي أحجار، وقد ذهبت هذه الأحجار، منها ما هدم منها ما مضى به مع تعريات الجو وتتابع الدنيا قد انهدم. اليهود يعظمون ذلك، وقصدهم أصلا هدم المسجد الأقصى تماما، ثم بناء معبد آخر يسمونه هيكل سليمان، يعني معبد سليمان، مصلى سليمان، مسجد سليمان إن شئت. فهذا هو الذي يعنونه. الهيكل أيها الإخوة الكرام له مكانة عظيمة عند اليهود. يقول وولد يورانت في قصة الحضارة، يقول كان بناء الهيكل أهم الحادثات الكبرى في ملحمة اليهود، ذلك أن الهيكل لم يكن بيتا لليهود، إنما يعني لم يكن بيتا ليهوه يعني إله اليهود فحسب، بل كان مركزا روحيا لليهود إلى آخره. لبيان قدسية هذا الهيكل، هم يرون أنه يقع في وسط القدس التي هي وسط العالم كما يقولون، ومركز العالم. يقولون إن الهيكل هو كنز الإله، الهيكل عندهم بالنسبة إلى الإله أثمن من السماوات والأرض. يقولون الهيكل هذا عند ربنا أعظم من السماوات والأرض، ويقولون إن الله خلق الهيكل بكلتا يديه بينما خلق السماوات والأرض بيد واحدة، إلى آخر ما يقولون. لما هدم الهيكل على يد الروماني توتوس عام 70 للميلاد، لم يستطع اليهود إعادة بنائه إلى يومنا هذا، لم يستطع اليهود إعادة بنائه إلى يومنا هذا. جعلوا يذكرون عدة من الطلاسم حوله، مثلا إذا كان هناك زواج عندهم يأتون أمام المرأة والرجل أمام المتزوجين فيكسرون كأسا من زجاج ويقولون اذكروا تكسير الهيكل. أحيانا يذرون على جبهة العريس الرجل المتزوج أو على زوجته، يذرون عليها رمادا ويقولون اذكر تحطيم الهيكل. عندهم صلاة بالليل، يصومون أيضا يوما معينا من السنة، يقولون هذا اليوم هو اليوم الذي هدم فيه الهيكل. في دائرة المعارف اليهودية يقولون إن اليهود لا بد أن يتغلبوا على الأعداء ويجمعوا أمرهم في القدس ليبنوا الهيكل مكان المسجد الأقصى. كذلك رؤساؤهم المتأخرون يرون ذلك. مثلا لما تتكلم عن قول رؤسائهم، يقول بن غيورون وهو أول رئيس وزراء لدولة العدو اليهودي، يقول لا معنى ولا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم، ولا قيمة لأورشليم بدون الهيكل. يقول أصلا ما فيه معنى لدولة إسرائيل من غير القدس أورشليم، ولا معنى لأورشليم ولا لها أي قيمة بدون ما يكون في هيكل. إذن هم الآن منذ أكثر من 30 سنة
من 1968 وهم لا يزالون كل مرة يحفرون وينقبون ويعملون وإلى الآن لم يجدوا هيكلا، إنما المقصود هدم هذا المسجد الأقصى. قال أيضا باراك، قال مرة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الراحل، قال إن أي رئيس وزراء إسرائيلي لن يوقع وثيقة أو اتفاق ينقل السيادة من على جبل الهيكل، يعني بيت المقدس، ينقلها إلى الفلسطينيين أو إلى هيئة إسلامية. يقول لا تفكر أننا مع كثرة اتفاقاتنا يمكن أن نوافق وأن نوقع وثيقة أنكم تملكون موضع بيت المقدس، يعني كونكم توافقون تعطون بيت المقدس وتأخذون ما سواه ما عندنا مانع، أما بيت المقدس فهو الذي عندنا في العقيدة أننا نملكه. وقال أيضا باراك، قال إن هيكل سليمان يوجد تحت المسجدين، المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ومن أجل ذلك لن تسمح إسرائيل بالتنازل عنهما للسيادة الفلسطينية. لا أريد أن أطيل عليكم، في أمريكا اليوم عدد كبير من المنظمات المسيحية الصهيونية التي تعمل وتجمع التبرعات وتقيم الندوات والمؤتمرات لأجل إعادة بناء الهيكل. في الدولة العبرية عشرات المنظمات التي أنشئت من أجل بناء الهيكل ويعملون لذلك، وكل مرة يحدثون من عندهم أسبابا لأجل خلخلة الأساسات في المسجد الأقصى، وقد بدأت تنهدم بعض جدرانك كما حصل على عند باب المغاربة وغير ذلك، ويزعمون أن هذا هو طريق لأجل أن يملكوا العالم إذا أقاموا الهيكل الذي يسمونه بهيكل سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام منهم براء. قد يسأل البعض ويقول طيب ما هو حائط المبكى الذي ربما رأى البعض اليهود قد لبسوا طواقيهم ويهزون رؤوسهم عنده؟ حائط المبكى هذا الذي يسميه المسلمون حائط البراق، قيل هو حائط كان قد بني يفصل أصلا بين اليهود وبين المسجد الأقصى، قيل ذلك، وقيل لا، بل إنه كان هو بقايا جدار لا يزال باقيا من بعد بناء سليمان له. سمي بحائط البراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف البراق عنده لما مضى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في قصة الإسراء والمعراج. ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق بحلقة كانت عند هذا الحائط وأوقفه عنده وصلى في المسجد. المسجد لما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا مقاما، لم يكن مسجدا مقاما، وذلك أنه كان هرقل، النصارى كانوا يحكمون القدس والنصارى لا يعظمون المسجد الأقصى أصلا، لذلك لما فتحها عمر رضي الله تعالى عنه عام 15 للهجرة أقبل فإذا المسجد الأقصى مزبلة قد جعله النصارى، فخلع رداءه رضي الله تعالى عنه وجعل يجمع الزبل ويعظم هذا المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما أقبل إلى المسجد الأقصى لم يكن له بناء تام. لما أسري به إليه صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فصلى في موضعه، كان هناك أساسات لا تزال موجودة لكنها مزبلة، جدران متهدمة مزبلة، حتى بعد ذلك أعاد بناءه عمر رضي الله تعالى عنه. أخيرا أيها الأحبة الكرام، أمر الله تعالى المسلمين بحفظ مقدساتهم وتعظيمها، والمسلمون أهل لذلك بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل عملهم في ضلال وفي تباب وألا يقيم لهم دولة، وأسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يجعل قائد المسلمين في هذا الجهاد أحبهم إليه وأكثرهم طاعة له. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إننا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم إننا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم إننا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، هذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل أرض من أرضك، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان وأفغان وفي كل أرض من أرضك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.